شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد بالأسبوع الأول من شهر نيسان أبريل 2023؟ يا عزيزي، بتستقبل الشهر مع شعور بالثقة ووحي كبير من أجل متابعة فكرة أو دراسة أو عمل، لأنه بتكون الأفكار جيدة جدا. ميركور بالحمل متناغم مع القمر ببرجك، وهالشي بين السبت 1 والأحد 2. بتحتفل بجديد وبتطل على إنجاز بهالوقت لأمتين لا يوم الجمعة 7. إذن عندك أسبوع جيد يا عزيزي، بتمارس أعمالك بجرأة وشجاعة، وبيعترفوا الآخرين بقدراتك وبتشعر إنك مدعوم. بتستأنس بآراء مواليد أو أحد مواليد الميزان بهالوقت، ويلي بيكون تأثيره كبير جدا عليك بين الأربعاء 5 والجمعة 7. هي فترة جيدة للمبادلات العاطفية والأجواء الرومانسية يلي بتنعشك وبتخليك خلالها تفرغ ما تحمله من مشاعر وانطباعات وحب بعد فترة من الانقطاع ربما مررت فيها سابقا. إذا كان قلبك خالي فقد تقع بالغرام في هالفترة أو ربما بالأسبوع الجاي، وبخبرك عنهم.